مشاهدينا اللقطات الحاسمة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. مساء الخير مشاهدين الكرام، وحياكم الله معنا في هالبرنامج الجديد تحت عنوان أحلى الذكريات. أحلى الذكريات برنامج يعنى بذاكرة التلفزيون وأبرز إنتاجاته خلال الأعوام الماضية حتى وقتنا الحاضر. بنركز على الدراما العمانية من خلال المسلسلات الكوميدية وكذلك التراجيدية، أيضا الفوازير، فوازير الصغار والكبار، وبرامج الأطفال، وأيضا البرامج الرياضية، وأيضا بتكون في جعبتنا مجموعة كبيرة من التغطيات لأجمل وأحلى اللقطات في ذاكرة التلفزيون. أيضا بتكون إن شاء الله معنا حوارات سريعة مع ضيوف إن شاء الله بنذكركم فيهم من خلال لزماتهم ومواقفهم اللي حدثت خلال الأعوام الماضية. تابعونا في أحلى الذكريات، وإن شاء الله يكون برنامج ينال على رضاكم وإعجابكم. يا حلا أحلى 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 الذكريات. هلا والله، بتكون البداية في برنامجنا في أحلى الذكريات مع الدراما العمانية وبالتحديد مع التراجيديا. خلونا نشوف. محبوب جيب الشاهي الزين، حال الزين، نحن ما عدنا زين ولا ما زين، شاهينا هو هو. كان يقول إنه شعري يشبه شعر أمي، كنت أجلس قدامه كذا مثل ما أنا تو جالسة. سيري أبوي أول شيء يعرس بالمنظرة عشان يجي هذاك وما في خير يشوف شو يتمنظر بش. راشد بن حمدان، يا هلا يا ولدي، يا هلا مرحبا، يا هلا وسهلا. يعني أنت الحين توقف وتوصل الناس ببلاش كذاك لوجه الله؟ نعم، ليش تقول؟ عقب ليش ركبتهم؟ ركبتهم بدل ما يركبوا في الباص. صدقيني الوالدة بالفعل أنا تعبانة، لأني أبغى أروح أرقد الحين، وعشان إن شاء الله الصبح من بدري أقوم وأروح وزارة التربية والتعليم وأقدم أوراقي. إيش فيها لو مضيت سنتين من عمرك تتعرف على المجموعة والشركات وتعيش وتشوف إيش اللي فيها؟ ما عندي تجربة سابقة، لكن أكيد. يا أبوي إحنا نعتقد إن قصرنا بحق كثير، لكن يا أبوي مثل ما أنت عارف المشاغل زادت والمسؤولية كثرت. أنا سبق وحذرتش إنش ما تتكلمي معاها، وأبوش بعد. يا بنت الحلال، جو خليفة اللي متى بيجلس على ذا الحال؟ أنت لازم ترتاحي. المهم أبوي وبس. على فكرة يا نيرة، يعقوب ما شوفها الأيام في الحارة، وينه؟ أمي ما لها ذنب. بتقول إن أبوي هو السبب. صح، هو السبب لما طلقها. عودي نفسك يا حنان، ان حاجتك تبدا من نفسك وقوتك تبدا من داخلك. وانا وين رحت؟ انت الخير والبركه يا ابوي. مشاهدينا احلى الذكريات، احلى الذكريات. صالح زعل، واحلى الذكريات الاعمال الدراميه. شمع محمد، واحلى الذكريات. انيس الحبيب، احلى الذكريات. امين عبد الرسول، واحلى الذكريات. طالب محمد البلوشي، احلى الذكريات. احلى الذكريات، احلى 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 الذكريات، أحلى 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 الذكريات.
أحلى أحلى أحلى. مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام. زي ما لاحظنا من بداية حلقتنا أن تركيزنا اليوم عن الدراما العمانية وأبرز ما أنتج التلفزيون خلال السنوات الماضية. زي ما نعرف أن الدراما تنقسم إلى نوعين، في تراجيديا وفي الكوميديا. اليوم إحنا بالتحديد عن التراجيديا. زي ما عرفنا أن مع بداية عام 1974 انطلاق تلفزيون سلطنة عمان ركز على الدراما، ومن خلال هذه الدراما تم التسليط على الحياة العمانية الأصلية بعاداتها وتقاليدها وفنونها وكذلك أزيائها. بنلاحظ من خلال هذه المسلسلات اللي بنعرضها من خلال برنامجنا هناك تركيز على العادات العمانية الأصيلة، إن كانت في الساحل يعني البيئات المختلفة الساحلية والصحراوية وكذلك البدوية وأيضا المدنية بتنوعها واختلافها وكذلك بعاداتها وتقاليدها. من خلال هذه الدراما ركزوا على تفاصيل جدا جميلة في الحياة الشخصية العمانية عند الذكور وكذلك عند الإناث. وثمان جوانا عيش بسمتي بشاور من نوع البنزين ايه من نوع القاوي من نوع القاوي خمسة جوارتين غاز ميمتو قليل اللذب صغيرين ما مربعين لحونا بحصاء لحين صغيرة هذا دواه اللي يتطاول على الحمود ويخون بيه ويغدره دهك بدأت تطاول علي بدأت تطاول علي ها هذا لك ما منك أفلح لك رأسك تطاول هاي تعال تعال جانب جوار بخير تعال وقف دهك تعال تعال كمان دهك تعال تعال بواسه فيك تعال حتى زوينة طلعت أحسن مني على الأقل سويت شيء ولو أن الثمن كان غالي هات 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 محمد الولاد ما يتكلم هذا الدرح طلع طلع برا على حد يشوفك بعدين حلم سوف عمرك كذاك مو أسوي قلت لازم أشوف شلون فتنة وخفت حد من أقارب أبوش يشوفني يا الله لا 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 ها ايش يعني ما تقلب زنا يا شيخ لا اله الا الله محبوبي جيب الخط تبغى الخط وزيل مشارة سمعوا وفي اغلى من ان ناصر حي هي نعم هي نعم حي وهذه رسالة من ناظر بن سالم حالكم عمتي مباكر بطرش عليهم عسكر الوالي يجيبهم ما يفيد ابو مسعد فان سالتم عني فانا في صحه جيده ولا اشكو سوى فراقكم الغالي الذي طال 15 سنه بلبس ثوب الخضرنجي اللي قابل لي اياه ما واحد يشوفه بتواحي الوالدة بتواحي ووقف كل يوم من الصبح الين تسلم الشمس قد البحر يمكن اشوف شراعي جاي من بعيد ابوي مات من زمان ما تقتليني يا بنتي يا فتنة وانا حي بعدني سمع انا عارفة كل شيء واذا نسيان انا بذكرك وانت اسمعني اسمعني يا ود امك وابوك دور غيرها هذه ما على امك دور غيرها ما شيمه شيمه كان في شيمه صدقيني المره هذه صدقيني شيمه واعطيني هذا الخط اذا قرق قال ترى بيقلب علينا الدنيا فوق تحت ويقلب علينا الدنيا ليش كان انت هي اما وحدي ما سويت شيء فلعن الخبيث اسمع تتكلم ولا دخل هذا القمره في عينك أنا بقول إلا كتب الرسالة هو سالم سالم كل عمل أو كل بداية عمل تجد هناك صعوبة في كل شيء يعني خاصة البدايات يعني صعوبة في كل شيء صعوبة في مواقع التصوير صعوبة في الأجهزة المتاحة ذاك الوقت صعوبة أيضا في إيجاد الممثلين صعوبة أيضا في وجود النص الجيد هذه كلها صعوبات نواجهها
لكن مع ذلك احنا حبنا ذيك الايام وحماسنا كانت هذه الامور مثل ما تقول الذوب مقابل هالصعوبات هذه، لان كنا نحب العمل ونتعاون مع بعض ونشتغل يمكن اوقات اضافيه او مثل ما يقولون مضاعفه، فبالتالي كان حبنا وحماسنا كان يذلل كل هذه الصعاب واقع يعني. خاصه انا اتذكر يعني في مسلسل مسافر خانه اللي انا اخذت فيه شخصيه الشايب خلف، كان حقيقه ذكريات كانت جميله الله يذكره بالخير، المخرج هو امين عبد اللطيف. ففي الواقع يعني كنا نشتغل ساعات طويله وما نحس، ما نحس بحبنا للعمل، حماسنا لكن مشجعين وايد، وخاصه احنا نبي نخلق حاجه اسمها قاعده دراميه للتلفزيون، فبالتالي كنا متحمسين وايد وكنا مرتاحين حتى ونشتغل ساعات طويله واكثر من اللازم، لكن مع ذلك كنا مرتاحين يعني. هاي من احسن الذكريات، بالاضافه ان كان تجمعنا كنا كانت مجموعه كبيره ايضا ممثلين يعني مشاركين معنا، الاخت فخريه وسعود درمكي وطالب وامينه ومحمد وما اذكرهم والله يرحمه المرحوم جمال الخصيبي ومجموعه كبيره يعني، وكان امين عبد اللطيف يعني يمكن اول عمل يخرج اول عمل لا يخرجه هو شايب خلف، فبالتالي يعني كنا متعاونين تعاون كذا نذلل الصعوبات بروحنا يعني، حتى لو هناك في قصور في اشياء ناقصه في اشياء تحتاج الى اشياء احنا نتعاون مع بعض كلنا يعني. هذا حمدان طول عمره بيظل كذا ما بيتغير، وبعدين شغله معلم للاطفال عاجبته وشايف ان هذا انسب له. زين خير ايش صاير؟ ما ادري يا مادر، ما ادري شو صاير، ما ادري شو اللي حصل. ابوي ما صار الا الخير، دعم حديده وطاح حبره. اقول مازن عندك فلوس؟ كان نفسي يا مازن اشوفك اول واحد بمجرد نزولي من الطياره، لكن ايش نسوي، الظروف كانت اصعب منا. انتوا اخوان وما المفروض انكم تظلوا متخاصمين للابد، ومهما صار انت صغير ولازم تحاول انك تصالح اخوك الكبير. بصراحه انا بغيت اسال عن الكتب، وصلت للحين ولا بعد؟ انت في اي كليه؟ في كليه التربيه جامعه القاهره سنه ثالثه. وصلت الحادثه بعدها وربي ما امرني بخلفه. بس هذا موضوع قديم يا حمدان، وما في داعي تفتكره الحين. في داعي ونص. تصوير القبل كان لها ذكريات وايد حلوه وايام جميله نقضي فيها اوقات نقولها انها جامعه، نوع من الفن ونوع من الثقافه، ابداع الراي، الصداقات اللي كانت تجمعنا، لما نحس ان احنا في جو عمل، جو جميل، جو نحسس ان يربطنا بالمرتبه الاولى الرباط الاخوي، نستشير بعضنا البعض، نقعد بعض مع بعضنا البعض، نشوف ايضا النص نتعمق فيه قبل ما يبدا المخرج يعطينا تعليمات التصوير، نغوص بالعمل نفسه نستشير بعضنا، حتى نوقف مع المخرج نستشيره، حتى المصور تعلمنا منه اشياء كثيره، عرفنا الزاويه اللي بنصور فيها شلون، كان عنده الروح هذيج او الطاقه اللي يخلينا ان نستمتع ان نعيش هذه الاجواء الفنيه الحلوه. ممكن من هذيك الاوقات الى الحين احنا تعلمنا اشياء كثيره، لان كان في وقت من الصبر وذكريات جميله ورباط حلو كان يربطنا اثناء التصوير. يا ولد الحلال ترى ايش اسوي، البارحه طول الليل سهرانه معاها وما نمت. يا هلا بمنقانا، يا هلا بسعيد، اخوي طولت الغيبه. وهذا الممثل هي من ابو شارق، يعني قلت ايش بوك ولد حمار وابو نظاره، وبجلس اضحك عليه بعد. لا حبيبتي ريحي بالك، انا عمري ما اطيح. يلا عاد ما نبي نعطلك. الله يخليك. عموما نبارك لك، شكرا جزيلا. ها سعيد سلامات، ليش تاخرت علي بالاتصال؟ تضحك اللي اخرني بالاتصال. وانت لا طايع تقابلينه ولا تكلمينه. زمان لما كنا نشتغل كان حب العمل، الطاقم اللي موجود، انا ما اقول لك التقنيه كانت طبعا الحين افضل، لكن بالحب اللي موجود انا افضل الماضي اكثر من الحاضر، لسبب يعني سبب من الاسباب ان زمان لما كنا نصور في وتبقى الارض مثال، لما ندخل القريه ونصور تحصل الطاقم بالكامل يكون متواجد، يعني مثلا امينه خلصت مشاهدها
من 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 محبة المكان هذاك والعمل نفسه والطاقم اللي موجود، تحصل أن أمينة ما تترك الموقع. لما نطلع نطلع الجميع، يطلع من الممثل إلين الفني إلى المخرج، تحصلنا كذا وإحنا في الطريق ورا بعض ورا بعض ورا بعض. دليله إيش؟ دليل الحب اللي موجود. يعتمد العمل الدرامي على ثلاث ركائز أساسية: النص والممثل والمخرج، إن كان في التراجيديا أو في الكوميديا. سنلاحظ أيضا من خلال التراجيديا الملامح المأساوية أكثر من الملامح الكوميدية. أما في العمل الكوميدي نلاحظ المواقف الكوميدية حتى ترسم البسمة على شفاه المشاهدين. من خلال الأعمال الدرامية العمانية كان هناك هذا التنوع، ولكن احنا في حلقتنا هذه محددين نوع معين وهو العمل الدرامي التراجيدي. بنلاحظ الشخصيات العمانية اللي قاعد تعكس البيئة العمانية، إن كانت ساحلية أو صحراوية أو زراعية، من خلال العمل الدرامي، وكذلك من خلال الموسيقى المصاحبة أو الأحياء العمانية والقرى الشعبية الموجودة واللي تتمتع بها السلطنة. كذلك بنلاحظ من العمل الدرامي تعريف المشاهد بالمرافق السياحية الموجودة هنا داخل السلطنة. عزيز المشاهد، تابعنا مع أحلى الذكريات وكذلك أحلى الذكريات على القائمين لمثل هذه الأعمال، إن كانوا ممثلين أو مخرجين أو كتاب هذه الأعمال، فتابعوا أحلى الذكريات. أتذكر كل البيوت، هذا بيت الشيخ سعيد بن محمد وهذا بيت العم منصور. أقوى من من؟ منهم؟ من نفسك، مني أنا. كنت أشوفها بعد هذا الحادثة يمكن كل يوم، بس يا ريتك تخفف عني شوية وتجيب واحد يساعدني. أنا اشتقت لكم يا معلم حميد، اشتقت لكل الناس هنا. حتى عمك؟ مساء الخير يا بنتي، هذا سعدة. وكان وجهي ملاذك وقت الحاجة. الليلة أنا محتاج لليقين، أما وجهك فله صورة الخرافة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات. عصي حمد، هو في كل الحالات هناك في شيء اسمه دور. هذا الدور طبيعي جدا، راح يكون يا صعب يا سهل يا عادي، يا انت بحاجه الى انك تملك بعض الاليات انك تجيده، لانك انت بتكون امام تحدي من خلال دور معين. هناك ادوار مركبه يمكن انت ما لعبتها سابقا، فجاه تجي تلعبها، لازم تدرسها كيف تلعب هالادوار هذه عشان تقنع المشاهد على الاقل. وكانت هناك ايضا في ادوار كثيره مشت كانت طبيعية، يعني دور الأب العادي، دور الأب الظالم، هذه أدوار ما مش مركبة يعني في سياق الكتابة الدرامية. إنما هناك بعض الأدوار اللي تكتب وتكتب بإمعان جدا وتكتب بطريقة فلسفية، فيها حالة نفسية، فيها حالة فيسيولوجية، فيها تركيبة معينة، يمكن يكون حتى المؤلف كتبها لشخص معين بعينه، لأنه مؤمن أنه هو الوحيد اللي ممكن يؤدي هذا الدور. ما يكفي شخص واحد زيادة يعيش معانا هنا؟ عبد الله مو قصدي. أنت ربيتهم صحيح يا أبو عبد الله، ما قصرت فيهم. لا يا هندي يا عزيزي، أنا ما قصدي، أنا قصدي بس إني أوفلش وبس. لا، شايف البحر كيف ملتقي مع السماء. خلأ وصلش البيت، خلأ قبل أي صغيرين ويلتموا عليش مرة ثانية، خلأ. الناس يقولوا إن حرق زوجته، وانت ما هو اللي كان عارفه سابقا، كأن الشيطان بدأ يحوم على المكان. خير يا ابوي، ايش هناك خير صاير؟ استاذ عبد الله، تبقي مني شيء ولا شيء؟ انا اصير اجيب التذاكر. خليك هنا. اتفقنا يا حبيبي على ان نبتدي من جديد، وعسل على عسل على مربى بعد. كان ما مجنونه، انا صح ما متعلمه ومثقفه، لكني اعرف اميز الاوراق المهمه، أنا ضامت لهم عندي في السحارة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات. تبدأ المعاناة من أول ما أقرأ النص.
أول ما أمسك النص أولاً لازم يا أما أني أتعاطف معه أو لا أتعاطف معه، هذه الخطوة الأولى. المرحلة الثانية تجي بعدين لما أجي أمسك شخصيات النص وأقرأ أحداثه والحالات النفسية والانفعالات اللي موجودة. الحمد لله، وأتمنى أن يكون لي نصيب في العمل هنا. أنت لحقت على أمي وأبوي قبل يروحون؟ لا. ليش؟ وليش ما قلت لي هذا الكلام قبل لا تدزني برا عشان أدرس هندسة؟ اللي أعرفه أنك عصيت علي ونجحت، لكن لازم تعرف يا سهيل. سيف، أنت شوف حالة الولد وسوي لنا مشاكل. أنت نسيت اللي سواه في يوم وفاة أمه؟ وين رايحة؟ بيت خالي سهيل علشان تتكلمي مع عدنان؟ مساك الله بخير تفضل. الله يمسيك بالخير. كيف حالكم؟ بخير إن شاء الله. أخ لو أعرف فيش هو يفكر بس. أنت إيش تريد بالضبط؟ ها؟ تريدين أنفعل؟ تريدين أصرخ؟ أقول لك أريد أرتاح. زين هات يا أبوي دفتر الشيكات وخلصيني. وايد إيش بقول لك عبد الله؟ كثير أدوار كثيرة يعني، يعني مثل ما ذكرت لك شايب خلاص كان من أعز الأدوار اللي قمت فيها، يعني مسلسل وتبقى الأرض أيضا نفس الشيء، يعني أبا وابنا، عندك قراءة في دفتر منسي، يعني وايد نقطع الحروف، سعيد وسعيدة، يعني إيش كثر بعدد لك يعني. حد يخلي الخزنة مفتوحة ويطلع برا على الباب الله يهديك. يا خلفان أنا رحت أتوضع علشان أصلي. إنزين طالما بدأت تتكلم عن أبوها عاد من جاي سكتها. وبعد اليوم ما عندي ما فلوس ولا شيء أبدا الله يخليك. اسمع يا حسن، ما كل يوم أسلفك فلوس وما ترجعهم يا أخي. مرحبا بسعيد. أهلا خالتي، كيف حالك؟ الله يعافيك. كيف صحتك؟ إن شاء الله تكوني مبسوطة. شوية 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 خليه يرتاح. يا ولدي يا حسن، أنا ظني ما مقصر، كل يوم أعطيك مصروفك وزيادة بعد. أخوي حسن إذاك نعم إذاكر مع أصدقاء. صحيح والله بكرة المعسكر وأنا ولا عندي خبر في الدنيا. زين استخبري وخلي بياي. عساها زيارة خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. حياكم. سلوى خير إن شاء الله، إيش اللي جاب الشركة؟ ما علي اللي عندك اللي عندك يعني. هذا ريال يا ذكي كفور. أخي حر الرجال شافك. الخمسين ريال يا بنتي عندهم ولا شيء. حسب ترتاح شوية شرب. صبري يا بنتي صبري. لما أشوف نفسي طبعا على الشاشة يعني نظرتي تكون إني منتقدة أكثر، أنتقد نفسي أكثر. على أساس أني أقدم الأفضل أو أشوف الأخطاء، يعني على أساس أنه لما أقدم دور ثاني أعرف وين 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 نقطة الضعف اللي موجودة في أمينة يعني، وتقدم بس في النهاية يعني أكون مثل المشاهد أني أضحك وأتفرج يعني. المسألة ما تفرق عندي اليوم ولا بكرة. هذه يا رعد قلبي وحيدة عاني وقاسي. أنا بعدني ما خطبتها، وبعدين أنا بس هي خطيبتك. أصريت أني أعرف سبب المقابلة لكن رفض. سمعيني يا فوزية، أنا مستعدة أقابل كل هذه الناس. مر مزرعة عمك يمكن عندهم هناك طعام ولا شيء، وساعد الله يخليك. واقفة سلم عليه وسأله عن فاطمة. مزيح. هذا الرجال أنا ما أحبه ولا أطيقه ولا داني عشت الله. ما خلينا شوية ما بس نكمل الفيلم هذا، بس نكمله بس. يعني أفهم من كلامك ما بخلني أروح هذا الحفلة؟ طبعا لا. مثل ما سمعتي عندك مهلة يومين تردّيلي على طول، وعلى ضوء ردك يتحدد الموضوع الثاني. أعطيت الطعام؟ أعطيناه الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة أصعب دور أنا لعبته دور سلطان في مسلسل أبا وأبناء. هذا الدور كان من الأدوار، رغم أن أنا لعبت أدوار كثيرة شريرة يعني، بس شخصية سلطان في أبا وأبناء كانت شخصية فيها كمية من الشر بشكل غريب جدا يعني لدرجة أن من أحد المواقف اللي خلينا نقول الثقيلة جدا، لما يكون الشاب علي مدعوم بسيارة وطايح في المستشفى، فجأة سلطان يشوفه والأسرة كلها تدور على هذا الشخص، هو يخبي أنه هو شافه أصلا، بما معنى يتمناه للموت. وهي الشخصية بي بي بكل ما كان فيها من يعني خلينا نقول سلبية، إلى أن في ناس كثيرين حبوا الشخصية هذه.
هذه ما أول مرة منى تخرجهم فيها ويرتاحوا معها. يا سلام، وانتم ما تعرفون هذا الصغارين لا يعرفوا لا يسرهم ولا اللي ضرهم. زين ليش انا ايش سويت؟ بس كذي بلا نقاش، ما ابي اشوفك في الحدائق. ما ادري ليش يمر علي نص الشهر الا واتسلف. والله هذا يعتمد عليك يا اخ سيف، يعني ايش كثر تصرف، خصوصا بعد المشكله اللي صارت بينش وبين زوجة ناصر الشريفه هذه. بس يا ولدي هذول اولادي ولازم ازورهم. تعال 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 تعال، زين لحقت على العشاء انت، اما عذر تعال. بس شكلك تعبان وكانك في شيء، اذا في شيء تكلمي. صار كل واحد منا متمسك بالثاني، متعلق بالثاني. لأن كبرنا كلنا. ناصر صار عنده أولاد. أنا آسفة يا أبوي، ما أريد أعكر عليك قبل لا تروح. أنا ما ممكن أزعل منك يا سلمى، لأنك أنت بنت البكر، وأنا كنت مجرد مساعد لمهندس. أنا أصلاً ما كنت مقتنع في قدراته وإمكانياته. هذه هي المشكلة اللي إحنا قاسين نعاني منها. أدور على الكلام ما حصله، ما أعرف من وين أبتدي. لا لا لا، هل تبيني أصدق أنك أنت اللي تدور على الكلام؟ قول قول اطلع منها، إيش عندك؟ حسب علمي أنه مهندس كفو. هذا إنسان يستهين بالخبرات. شوف، إذا جلست تكرر أسفك ترى هذه المرة أنا بزعل. خليش هادية معاها. زين يا منى يا بنتي؟ أنا ما عندي شيء غير الهدوء، أخاف أفقد صوتي من كثر ما أنا هادية. إيه أتذكر أعمالي، أذكر أبا وابناء، حادثة الساحل، من يدفع الثمن، حكاية من وراء كل باب، من الحياة والحياة أحداث، فوازير قدمت، شعر ديوان العرب جميل كثير، البريق قدمتها، قدمت هموم عائلية، قدمت أعمال كثيرة كثيرة. بنحاول مشاهدينا الكرام من خلال برنامجنا، من خلال الفقرات اللي قدمناها قبل واللي بنشوفها بعد شوية، إن نذكركم بالأعمال الدرامية وخاصة التراجيدية اللي راحت عن بالكم، مثل وتبقى الأرض، قراءة في دفتر منسي، واللي قبلها واللي بعدها حتى وقتنا الحاضر. يعني بقدر الإمكان من خلال برنامجنا بنلف بشكل سريع على كل الأعمال من بدايتها لنهايتها. رحيمة قومي قومي قومي، نايمة مرة لا نايمة، قومي جيبي الريوخ، جيبي القهوة. بنت كسلانة، بنت كسلانة، هلكتيني تراش يا بنية، هلكتيني. ماشي صباح الخير. طيب أنا أقول صباح الخير. ومن هنا أبوك خلى فينا عقل عشان نقول صباح الخير؟ الله يهديك أبو حمدان، الله يهديك، هدي أعصابك، ما تعامل البنية بهذه الطريقة، تراها إنسان. هذه ما مال شغل، هذه مال لعب. أحفى عليك، أحفى عليك أبو حمدان، رحوم مال لعب. بكرة بتعجبك لما تتخرج، بتطلع لك مهندسة ولا معلمة ولا طبيبة أسنان. دور لنا 5 ريالات. نعم، ما أسمع. أقول لك بغيت 5 ريالات عشان أشتري فيهم كتاب، وأنا من هنا أجيب لك 5. قول نص ريال، قول ربع ريال، 5 كذا دفعة واحدة. زوينة زوينة، أنت زعلتي مني يا زوينة؟ لا أبدا، بس أنت دائم تتكلم في هذا الموضوع كأني أنا السبب اللي ما أجيب أولاد. أنا ما قصدي كذي بالضبط أبدا، لكن أقول يعني لازم نشوف حل لهذه المشكلة. أنا بس أبغى أطلب منك طلب واحد، إنك تروح وتجيب لي حبة سندويشة فقط. ما أروح. وليش ما تروح؟ خلاص ما أروح، مزاجي. شغل داخلي أسويه، شغل خارجي لا. سمعتوا؟ يعني تو أنت ما ناوي تروح؟ لا. صباح الفل والورد والياسمين والنرجس والأغصان والطيور واللوم اليابس والملح. كل هذا علشاني أنا؟ اي نعم، والله انت تستاهلي اكثر من هذا. شكرا حمدان، كلك بركه. ما شاء الله، انت جيت؟ تقدر تقول لي ليش متاخر؟ وينك من الصبح؟
هو الحقيقة يعني اليوم صراحة يعني جاي مرة من غبشة، بس أنا استوى عندي شوية شغل وطرشته. خلفان بن محمد هذا الأسبوع بيتزوج. تزوج من؟ بتعمه. ترى هذا لو ما تزوجون إلا واحدة منهم وفيهم. إيه بس هذا متزوج وأذكر إنه عنده أولاد. دائما الأولاد كذاك يسووا، لما ما يحصلوا أحد يداريهم يسووا اللي يريدون. بس أنا ما ساكت عنه، لكن ما يسمع كلامي، ما أعرف إيش أسوي فيه. أنت يا عايشة لازم ترتاحي. أرتاح؟ كيف؟ تراني مرتاحة وحدي في البيت أنا وعلي. اسمع يا ولد، أنا جيت هنا عند رجال واتفقت معاه على كل شيء، ما أعرفك أنت. وأنا أعرفك أنت، من أنت؟ أحلى الذكريات، أحلى الذكريات. أنا جاي أخذ بنتي مهنة، ما نبغى لها علم، يكفيها. الله يخليك الوالد، بنتك إن شاء الله بتشوفها في أي وقت وتقدر تأخذها. أحسنت يا بنتي. بس هي فيصف. هي نفس صوتكم أنهي صفكم؟ بيخالف، إذن خبرني اسمها. أبا دائما يوم قتير تقول لي أنا بسير وبجيب ليش لولو كبيرة وما تجيب لي شيء. بس يا بنتي الزمان لولو خلص، لكن هالمرة أجيب ليش سمكة عودة بقشرة فضة وقشرة ذهب وعيونها حبتين مرجان، إيش رأيش؟ الكلام ابو قاسي سمعه صحيح بدخل حرمة عمي. لا تصدقي يا بنتي لا تصدقي، انا ما ودركم ما ودركم ما ودركم. على فكره يا سمير انا زعلانه منك وايد، لانك كان المفروض تعرفيني بنفسك من زمان. طبعا انت عارفه انا بنت عمك. ايوه كنت عارفه، بس قلت ايش اقول بعد اللي ابوي سوا فيكم. بنت عمي؟ ما معقول، ما اصدق. كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير. يا مرحبا، الله يعافيك، الحمد لله طيب. قلت والله ده ما حد يسويها الا هذه الشيطانه. قلت ليش عصا وضربتش على ايدي. وما عيب عليك تضرب بنت عمرها سنتين؟ كنت جاهل وغبي، سامحيني يا بنت عمي. انزين وبعدين؟ وبعدين بعدين جلست تصيحي، حاولت اسكتش ماشي فايده الا ما الوالده سمعت صياح وقال. وانت اليوم اصبحت كبير العائله، والشور الاول والاخير لك انت طبعا. ايه يا سعود يا ولدي، تو الزمان زمانكم، الدنيا تغيرت. احلى الذكرى أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. أذكر في شايب خلف أنا كنت دور شيخة على ما أعتقد، فأنا جارة فخرية أكون أمر عليها وأجيب لها أخبار من الحارة وإيش اللي صار وشنو، وأنقل من وإلى. فولدها كان سعود الدرمكي، ف يعني هو ما يحب شيخه انها وايد تنقل الكلام، فانزعج من تصرفها، فيريد يطردها من البيت ان ازعجتينا يعني. فهو يطردها يمسكها من ايدها. تعرف هو البيت على الجبل عالي، البيت في نزله وفي درج لازم، فهو يمسكني وانا جالسه عند امه اسولف، فهو يغضب ويمسك ايدي. على مسكة إيدي يلوي لي إيدي، يلويها من وأنا جالسة إلين برا إلين تحت البيت. تعرف درج وجبل نازل وهو ماسك إيدي، يعني أبي أقول حواري ما قادرة لأنه ماسكني ويألمني يعني ألم. فعدنا مرة مرتين ثلاث أربع ستة سبعة، ضايق أمينة يعني، قال شفيش أمينة؟ قلت له ما قادرة أتكلم، إيدي لا ولي إيدي. يعني معطاي سيارة تاكسي، التاكسي هذه اللي أنا استخدمها بالخير، فنعيد وكان المخرج سامي محمد علي الله يذكره بالخير، نعيد مشهد في الشارع، نروح نلف والكاميرا على الشارع على جنب الشارع ونروح ونعيد 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 وعيدوا. فالسيارة كانت قديمة ومستعملة وايد يعني، فرحنا نعيد مرة ثالثة، ولما جينا لفينا على الشارع في ذا نص الشارع وقفت السيارة في وسط الشارع وعند فنجة أتذكر، وكان أول شارع واحد، فجاء سيارة كبيرة اللي هي شاحنات البترول هذه، عاد قدامها سيارة تاكسي كأنها نملة ما يشوفها، وإحنا فيها والشغل الشغلة تخيل كأنها مثل فيلم الهندية وفي شيء حاجة المخرج قاصدها يعني. آخر شيء اشتغلت، وعند ما اشتغلت أخذناها على طول خارج الشارع ومرت السيارة هذه ولا كنا عندها خبر.
الحين أنا كيف أقابل مخلوقات الأرض، ناس الأرض؟ كيف أتفاهم معهم؟ المسألة قربت تنتهي وما باقي شيء، وما بيصير إلا الخير إن شاء الله. زين بنشوف. تصور شهرين وأنا ماشي وأنادي على جميع الكواكب ولكن لا حياة لمن تنادي. كل هذه الأشياء ما تهمني، أنا ما أبغى. يا بنتي فكري زين، ترى الموضوع والله زين. القلب هذا مستودع صغير تتون، المستودع هذا للحب والحنان والمكر والخبث، مستودع سلطة. الفلوس لغلاء المعيشة هناك. خالد موجود؟ لا هو خرج قبل ما تجي بقليل. طيب يا صابرة، اسمعي يا صابرة، أرجو أن تخبريني عن كل شيء، ولازم تعرفي أن لك أهل بجانبك دائما. أستطيع أقول لكم الآن إن مرحلة الخطر قد انتهت، ولكن للأسف بيفقد عين اليسرى. خلينا ننسى الماضي يا خالد ونفتح في حياتنا صفحة جديدة، صفحة بيضة خالية من كل الشوائب. كان أبي سيلحق بي إلى الأفلاج كي يشرف علي، لكنه تقاعس والحمد لله. أنا مدعو إلى العشاء اليوم. ليس هذا وقت العشاء. والآن مدعو أيضا. ما بك يا معلم؟ خير إن شاء الله. لن تكره صعود البحر؟ لا. ما بك إذا؟ سفن للفرنج رأيتها تصارع الموج، ضلت الطريق حتى شبعت ضلالة. أتعلم يا سالم أن كل بلاد الشواطئ لها روح عامة واحدة؟ صدقت، ولكن بلادنا لها روح خاصة فوق ذلك. وهذا صحيح أيضا. سالم، متى ستتزوج؟ لا أعرف، ولكن أبي وأمي يخطباني لي. أنت في سن الزواج؟ ما سن الزواج؟ أشعر بأن التي صفتها في قلبي غير موجودة، أو أنني ما وجدت صفتها في قلبك إلا وصورتها في الحياة. أخيرا وصلنا. كنت قليل الإيمان يا غانم. لست كذلك أيها الربان، لكن ما تعرضنا له من أهوال جعلني أفقد الأمل في العودة. مع أنك لست جديدا على جماعتنا. وهذا أيضا مما أخافني، ففي هذه المرة كانت المخاطر أكبر. لكننا عدنا. جئتك لأن أباك أرسلني في طلبك. أنت صديقي يا فهاد، تأتي وقتما تشاء. يريدوني في شيء؟ فقط طلب مني أن أتي بك. هل تدركين؟ أتفهمينني يا ليلى؟ لا يا أبي. أحب خجل العذارة، لكن اطمئني، لن أزوجك إلا من أثرى رجال المدينة. أعتمد علي يا سيدي. أنا أعتمد عليك يا عيش، وأريد أن ألقاك بعد زيارتي لأبي سندباد. أمرك يا سيدي. أنا لا حاجة بي لشيء. نعم، ولكن أبوك في حاجة. أبي رجل ثري، ولكنه يريد أكثر. أنا أصمت. والقلب يتمزق. ألن تحكوا لنا ما حدث لكم في هذه الرحلة؟ ولم لا؟ أنت معتوه يا وليد، كيف تفكر في ابنة عساكر؟
وهل أملك قلبي يا يعيش؟ أبو الكياسة عساكر بن ميمون من أثرى تجار المدينة وربما أكثرهم ثراء. الرجل يريد الرحيل، فلماذا تريد إبقاءه؟ لراحتي. فالرحيل راحتي. اسمع كلامي، اسمع نصيحتي، فأنا مثل والدك. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. هو في أفضل الأحيان، يعني إذا كان كل شيء متيسر وكل الأمور ماشية سلسة، نصور في اليوم 15 دقيقة كمحصلة نهائية. فإذا كان مسلسل من 15 حلقة، مدة الحلقة 45 دقيقة، يعني حسب 3 أيام للحلقة، 45 يوم إلى 50 يوم تصوير. هذا إذا كانت كل الأمور ماشية، لكن عادة ما تكون في معوقات، عادة ما تكون في تأجيلات لأسباب أو لأخرى، فتطلع بالمحصلة مصور 10-12 دقيقة في اليوم كإجمالي. ومثالا على ذلك بلدنا الحبيب عمان، فعلى سبيل المثال ما حد ينكر ان هناك تطورات تكنولوجيه ومظاهر مدنيه جلبها دخول التصنيع لبعض الاماكن والمناطق. السلام عليكم ابوي. وعليكم السلام يا بنت. يلا يلا ركبي يلا. اسفه يا ابوي، تعبتك على الفاضي، ما راح اقدر ارد معك البيت. ليش يا زهره؟ خير ان شاء الله. اتصلت فيني صديقتي سمر وقالت انها بتوصلني. طيب ليش وانا موجود؟ ما علي يا ابوي، صار عندي شغل مهم. ما ينفع اسلم عليك في اول الصباح؟ كيف يعني اول الصباح؟ اول الصباح نحن المفروض نكون في موقع العمل يا اخي. اسرا انت عم تسمعيني؟ ها؟ ما معكي؟ ايش قلتي؟ نعم ام نادر، امرتيني بشيء؟ انا ما راضي عن النتيجه يا فضيله. هذيل الصنفين لا تبيعينهم، ريحتهم تطير بسرعه. المرحوم كان فقير، ما يشتغل، يوم يحصل عمل ويوم ما يحصل. وانتي ما تعرفي تشتغلي؟ في شيء اهم من كسب المباراه يا بطل؟ ماله، سامحني هالمره، لازم ارجع البيت والحين بعد. السلام عليكم يا احلى واغلى عبد الدنيا. والله انا ما مصدق يا اولاد، ما مصدق هذا اللي مسوينه. البركه يا عمي في بنتك العظيمه زهره. لازم يعتمد على نفسه وما يخلص مصروفه، واذا كان يريد شيء زياده يجب علينا نتعلم فضيلة الادخار. عشان أتقمص الشخصية أقرأ النص أولا كقراءة عامة، حدث كله مع بعض، ثانيا مرة ثانية أرجع أقرأ اللي أنا بالذات لنفسي، الشخصية اللي رسم لي إياها المخرج أقرأها بنفسها، أرجع للمرة الثالثة أفرغ الشخصية تماما أطلعها وأعيشها بحسها بروحها، الثلاث أربع مرات أقرأ النص، بعدها أقدر ممكن أناقش المخرج إذا كنت أنا أقدر أضيف، أقدر أقدم كاركتر معين، أقدر أقدم شخصية بطريقة ثانية غير الكاتب كاتبة. طبعا ما نطلع من جو الكاتب، لازم نستشير الكاتب، فيكون إني ثلاث أضلاع، المخرج المؤلف والممثل، يكون النجاح لذيك الشخصية. سمعت صوت السيارة، قلت تستقبلك عند الباب. أنا عارف إنك زعلانة لأني تأخرت. مصدقينك، بس ارتحي الحين. كان بغي يقتلني. هذه حكمة الله، تفائلي. أتفائل إلى متى بس؟ إلى ما شاء الله. لخالك رجب أبو شيخة يا بدرية. أنت مديون لخالي رجب وأنت أخوه شقيقة؟ نعم يا بنتي، بعد وفاة المرحومة أم شيخة الله يرحمها بسبب مرض الجنون اللي كان عندها، أخوي رجب تعب. لا تزعلي مني يا عايدة، أنا كل همي إنه يكون عندكم أولاد وأتمنى هذا. أنا ما ممكن أتزوج شيخة، ما لي شيء معين، لأني عمري ما تصورت إنها تكون زوجتي. يا ولدي إحنا ناظرين من أيام عمك، يعني من أيام وإحنا صغار؟ زين ليش؟ خالي سالم يريدك تتزوج شيخة. زين ليش؟ ممكن تقولي لي ليش؟ ليش كل شيء يتغير لمجرد عهد إحنا ما ذن فيه؟ ليش ما نكون حرين في اختيارنا؟ ان شاء الله ما بتاخر. يلا مع السلامه. مع السلامه. والله حال هذه الانسانه.
هلا برشود. هلا ناصر. تفضل تفضل حيا تفضل. الظاهر لقيت برد غير لا ابدا في اي وقت. نص ساعه واكون عندك، بخلص الحاله اللي عندي بكون عندك. بسك بسك من تمثيلك هذا، خلاص اتزوج وريحني. لكن اسمع، قبل لا تتزوج لازم تطلقني. انت ايش صار لك اليوم؟ اي زواج هذا؟ زواجك من خديجه. شيخ انا راشد. تقتلني لا لا تخافين، لا تخافين، لا تقتلني، لا تقتلني. هو شوف يعتمد إلى استلمت النص قبل فترة من التصوير، طبعا هناك في تكون بروفة الطاولة وبعدين تقعد مع نفسك ترى النص مرة ومرتين وتتخيل الشخصية هذه تعيشها، وقبل التصوير فترة طبعا لازم وتفكر فيها تتخيلها كيف تأديها. هاي بالإضافة إن المخرج أيضا يعطيك تعليمات يشرح لك الشخصية، أبعادها، دورها، تعاملها مع الشخوص اللي تتعامل معهم أنت. فكل هاي المعلومات تجمعها في ذهنك تحاول تتخيل الشخصية كيف تأديها، وإيش الشخوص اللي معك حواليها، كيف تتصرف معها، إيش أي ظروف الشخصية مع الجوانب الأخرى في العمل يعني. فبالتالي أكيد أنت قبل محضر نفسك يعني، مثل ما يقولون هذه عدة الممثل نفسه يعني، مثل التجهيزات الداخلية هي يعني يخلي يعني يتقمص شخصية أو يقراها وكيف بيأديها بأي طريقة. فتجد أول تجربة أول مشهد وتشوف أنه مقنع والمخرج اقتنع فعلا حسب ما هو شرحها لك أو تصورها في خياله، أو هو معتقد أن فلان أو صالح أو فلان أو غيره أنه بيأدي الشخصية بالشكل هذا، وبالتالي خلاص تمسك الخيط وتستمر فيه يعني. قلت لك يا ولدي، قلت لك البحر غدار يا ولدي، يا مظنون يا حبيبي. زين ويابر هين بيصير يدور عليهم؟ يقول أون في البلاد اللي عدالنا، وأون يقول إن الريح والموي مناثرة بالليحان عند البحر. عابد يقول مسكينة، الله يكون في عونها. حتى أنت مسكينة يا نوارة، مسكينة. كذاب أنت، كذاب أنا، كذاب أنا، كذاب. لا إن شاء الله بنوصل في الوقت المحدد إن شاء الله، بعون الله مثل ما قال النوخذة. وتراه من طلعنا إحنا يوم وليلة ما شهر. ايش هالبلوى اللي طاحت على راسي؟ ها عمي ما قلت لنا ايش نسوي؟ افكر في امي وبرجع البلاد. لا يا ولدي رجعتك الحين ما تنفع، مشتاق امي وبنت عمي ومن بعد وانسان عزيز على قلبي. يا مارك! انت بعيد؟ عجبوه! انت ما تعرف امي يا عمي، كيف امي تخاف علي وتحاتيني. امي هي اللي ربتني بعد وفاة ابوي الله يرحمه. سهرت تعبت وعانت. مازن، مازن بيرجع، مازن، مازن بيرجع، مازن، ولدي، ولدي يا مازن، مازن. دائما أقول التلفزيون لغة بصرية قبل ما تكون لغة مسموعة، وللأسف الشديد يعني إنه الأغلبية يركزون على المسموع أكثر من المرئي. أنا أفضل يعني في مشاهد كثيرة مرت علي في خلال حياتي القصيرة الفنية كنت ألغي فيها الحوار واكتفي بالصورة، لأنه هذا أنت تشوف، تبي تشوف. التلفزيون عبارة عن رؤية، لازم تشوف اللقطة الحلوة، لازم تشوف الحركة الجميلة، لازم تشوف الشكل الجميل الأنيق اللي يتناسب مع الشخصية. ففي أحيانا كثيرة أنا أفضل أو أغلب الصورة على الحوار. قد ينسى الإنسان فعلا في إنه يتذكر أشياء كثيرة، وأول مسرحية وأول عمل كان أغنية الموت، بعدين كان فوزير الشايب علي، بعدين مركبة الزمن، بعدين تتالت مسلسلات كثيرة يعني، لغاية ما وصلنا في بداية الثمانينات مع الأستاذ أمين عبد اللطيف وتبقى الأرض. مستمرين مع أمين عبد اللطيف وتبقى الأرض، آباء وأبناء، فيما بعد المسلسلات اللي جات فيما بعد، وفي يعني في 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 دائرة أو في دوران هاي الأعمال. أنا أقول إن إحنا
يعني لفينا على حاجة اسمها فوازير. زمان كانت فوازير مسلسل درامي، مسلسل درامي لرمضان بس فوازير، يعني هجة فوازير بس كان مسلسل درامي كامل. فاحنا تقريبا عملنا كثير عمامية كانت عبارة عن فوازير بس كانت في وسط دراما بحتة، أحداث مرسومة، أحداث تجري، في النهاية نقفز على فزورة ونقولها. بس فعلا أعمال كانت كثيرة. أنا يعني انتوهتني فعلا الواحد ينسى أسماء الأعمال. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات. مشاهدين الكرام، لكل عمل درامي تصاحبه موسيقى خاصة فيه، بالإضافة إلى أغنية للمقدمة والخاتمة. إيش رأيكم نسمعكم ونذكركم بعمل من هذه الأعمال، وبالتحديد أغنية من أغاني الأعمال الدرامية اللي في الماضي؟ خلونا نسمع. تشربكت تلخبطت ودورت راسي، همومي لخبطت مخي وضاع إحساسي. تشربكت تلخبطت ودورت راسي، همومي لخبطت مخي وضاع إحساسي. أذكر وأتأكد أسرح وأتمهد، أذكر وأتأكد أسرح وأتمهد، أجي وأروح في الأخير أذكر وأكون ناسي، أجي وأروح في الأخير أذكر وأكون ناسي. أذكر إني مهموم وامسي وبات محموم، أذكر إني مهموم وامسي وبات محموم. وقضي طول اليوم أقرض همومي قرض، وقضي طول اليوم أقرض همومي قرض. شلم على راس ملك طول بالعرض، هذه مشاهدينا كانت أحلى الذكريات مع الدراما العمانية وبالتحديد التراجيدية. على فكرة خلصنا فما لك. هذه هي مشاهدينا اللقطات الحاسمة. أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات، أحلى الذكريات، أحلى 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 الذكريات.